مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي الحالمة، وفيه نناقش العديد من القضايا والموضوعات التي تهم الشارع في تعز، ونستمع إلى إيضاحات من المسؤولين حولها. نصحبكم في جولات ميدانية نتعرف من خلالها على الطبيعة في هذه المحافظة وما تجود به من خيرات، كما سنتوقف وإياكم على قصص من الكفاح يسطرها البعض في سبيل مواجهة ظروف المعيشة واتقاء الحاجة للناس، فكونوا معنا. تشاهدون في هذه الحلقة، في رد علني على التجاهل الرسمي للقامات الوطنية، مبادرة بتعز تكرم الراحل هاشم علي بمنزل خاص، وكرمان أبرز الداعمين. بني حماد بالحجرية، موطن البن اليمني المنافس عالميا وأحد العلامات المميزة لموكا كافي. نقاط غسيل السيارات في وادي الضباب، من مجرد خدمة إلى تدبير لمواجهة العوز. مرحبا بكم من جديد. في البداية نبقى مع موجز سريع لأهم الفعاليات والمناشط التي شهدتها تعز هذا الأسبوع. أعلن المجلس النرويجي للاجئين اعتزامه إعادة افتتاح مكتبه بمدينة تعز واستئناف العمل بعد تحسن الأداء الأمني في المدينة مؤخرا. جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع وفد المجلس النرويجي بوكيل أول محافظة تعز عبد القوي المخلافي، حيث استعرض اللقاء خطة المجلس الجديدة التي سينفذها خلال الشهور القادمة في تعز، وتشمل التدخل في مجالات المياه والتعليم والأمن الغذائي. دشنت في تعز الدورة التدريبية الخاصة بإدارة الوقت ومهارات الاتصال الإداري، واستهدفت الدورة التي نظمها مكتب الخدمة المدنية بتعز بالتعاون مع مؤسسة أنا إنسان التنموية وجامعة الحكمة، مدراء عموم المكاتب التنفيذية في المحافظة والمديريات، بهدف رفع كفاءاتهم وزيادة قدراتهم في التعامل مع المتطلبات العصرية في الجانب الإداري والعمل في مختلف الظروف. مشاهدينا، في مواجهة الإهمال الرسمي وتجاهل الدولة لأدوار القامات الوطنية، تمكنت مبادرة قدمها مبدعون في الفنون التشكيلية بتعز من شراء منزل لأسرة رائد الحركة التشكيلية في اليمن هاشم علي، وهي الأسرة التي ظلت تسكن لسنوات بالإيجار قبل وبعد رحيل الفنان الكبير. المبادرة جاءت استجابة لمعاناة أسرة العملاق هاشم علي التي زادت مؤخرا مع التأثيرات الناتجة عن استمرار الحرب على تعز. دمون ابنة رائد الحركة التشكيلية في اليمن هاشم علي، كانت قبل أشهر تقف أمام جداريات تعلق عليها آمالا لإخراجها وأسرتها من حالة البؤس بعد عقد من الزمن على رحيل والدها الذي ترك إرثا فنيا وأسرة بغير مأوى، حاله حال كل المبدعين العظماء. هم عملوا هذه المبادرة يعني من أجل شراء منزل، يعني يكون معانا ملك، بيت ملك. نحن ساكنة بيت إيجار، يعني جالسة فيه. نحن نعاني من ظروف صعبة، وأنا للآن مش مثبتة رسميا، متعاقدة مع مكتب الثقافة على معاش وإيجار وكذا. الذي قام بالفكرة الأستاذ وليد دله، فنان تشكيلي، يعني هو اللي اقترح عليهم هذا الشيء وعرض 30 لوحة للبيع من لوحاته الخاصة، وشارك العديد من الفنانين التشكيليين بهذا المجال، وهذه مبادرة جدا كبيرة وبتشكرهم كثير. مرت الأيام حتى جاء الموعد الذي تتقدم فيه دمون الصفوف لافتتاح المرسم التشكيلي الخاص بوالدها واستلامها للمنزل الجديد بملكية تخص الأسرة.
أشعر بسعادة غامرة يعني بوجودي في منزل الوالد الذي اشتروه يعني لنا مساعدة للوالد تكريما له. وأشكر الأستاذ عبد الخالق سيف والأستاذ وليد الله وجميع الفنانين التشكيليين بهذه المبادرة العظيمة. لم يحلم دمون ليتحقق لولا جهود الوطنيين المخلصين الذين يحملون هموم وطنهم ويتقاسمونه مع أبناء البلد. فالمنزل والمرسم الخاص بفنان اليمن العالمي هاشم علي بلغت تكلفة شرائه ما يقارب 10 ملايين ريالاً، وكان للناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان نصيب الأسد في دفع تكاليف الشراء كتكريم وتقدير للفنان الراحل وأسرته وإسهاماته في المجال الفني والإبداعي اليمني. الأستاذة توكل كرمان أكيد وقفت معنا وساهمت بهذا المشروع العظيم ووقوفها بجانبنا يعني، وأتمنى لها الصحة والعافية بكل شيء. الشكر كل الشكر لكل الهامات التي وقفت معنا على رأسهم دولة رئيس الوزراء مع الدكتور معين عبد الملك معالي وزير الثقافة مروان دماغ القديرة والرائعة التي نشكرها دائما وتستحق كل الشكر والعرفان على جهودها الأكبر في هذا المنزل السيدة توكل كرمان، لكل الذين شاركوا بشراء اللوحات بدعمنا بالوقوف بالمساندة بالوصول إلى هذا الحلم الذي أصبح حقيقة، لهم كل الشكر. وهذه تعز مدينة الإبداع، مدينة الثقافة، مدينة المحبة. يعتبر الفنان هاشم علي رائد الحركة التشكيلية في اليمن، وعن طريق إبداعه وجمالياته الفنية تمكنت اليمن من العبور إلى العالمية، ومن خلال مشاركة لوحاته في معارض للفنون التشكيلية على المستويين الإقليمي والدولي. ولنسلط الضوء حول هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف معنا الفنان التشكيلي الأستاذ وليد دلة. مرحبا بك معنا. أهلا سدفة. وقد تسلمت أسرة الفنان هاشم علي المنزل الخاص بهم، ما الذي تقوله وقد كنت صاحب وقائد المبادرة لأجل منزل لأسرة رائد الحركة التشكيلية في اليمن؟ نقول نحمد الله على هذا المنجز الذي توفقنا بحمد الله وفضله، ونتقدم بالشكر طبعا للفنانين اولا الذين تقدموا بلوحاتهم من اليمن وطبعا من تركيا والهند مصر السعوديه ومن بعض المحافظات. جزيل الشكر والعطاء لهم اولا، وكذلك الثناء والشكر والتقدير والفضل كله يعود الى الداعمين بمقدمتهم. طبعا اتقدم بالشكر للأستاذة توكل كرمان الذي تفضلت وبادرت هي طبعا في السبق، لها السبق ولها الدور الأكبر، حيث تقدمت ب4 مليون ريال لشراء المنزل، ثم بادرت في منح $1,000 للترميم، يعني 4 مليون و1,000 دولار. كذلك الشكر والثناء والتقدير لدولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك الذي تفضل بتقديم 3 مليون ريال. الشكر والثناء والتقدير والمحبة للأستاذ مروان دماغ وزير الثقافة تفضل بدعم شراء المنزل ب1,500,000 ريال. هناك أسماء كذلك مستعارة أو مخفية أو محبوبة. نقول من بين هذه الأسماء يعني أستاذ وليد، ماذا عن دور السلطة المحلية وقيادة المحافظة من هذه القامة الإبداعية التي أثرت الساحة الفنية بأعمال وصلت إلى العالمية؟ للأسف الشديد أستاذ أفاق، السلطة المحلية وأصحاب القرار وكان دورهم مهمش وغائب لعقود وليس للفترة الحاضرة. هاشم علي قدم لعقود كثيرة من العطاء والجمالي والفني لليمن، يعني محبة وإخلاصا وجمالا ووفاء لهذه البلاد. السلطة كانت مخذولة أو يعني لم يكن هناك دور في إسهام فيها. كان غائب صراحة.
تم شراء أو بالأصح استعادة بعض اللوحات للفنان هاشم علي، ماذا بخصوص ذلك؟ يعني لماذا تباع بالأصل لوحات لفنان شهير، ولماذا لا توضع أصلا في متحف وطني مثلا للاحتفاظ بها؟ بالنسبة للأعمال الفنية، هناك الفنان طبعا من الطبيعي جدا أن يبيع أعمال، هناك رجال أعمال بيشتروا اللوحات وفي الأمس صرح الأستاذ عبد الخالق سيف مدير الثقافة على أساس أنه هناك تم استرداد بعض اللوحات أو، لكن أنا من الطبيعي جدا طبعا، من الطبيعي جدا أن تحصل بيع من قبل الفنان أنه يبيع لوحات وأنه يبيع. هناك برضو شاهدنا لوحات من مقتنيات المتحف اللي كان موجودة في أيام وزارة، أيام الأستاذ خالد رويشان كان وزير الثقافة، كنت أنا رئيس لجنة الاقتناء والتقييم، كنا نشتري أو من ضمن المشتريات من الفنانين اشترينا من أعمال الأستاذ هاشم على أساس تحفظ، تحفظ كمقتنيات الوزارة وتحفظ كأعمال لها قيمة بالنسبة للمتحف أو هذه الأشياء. هذه الأشياء كانت كانت متبنيتها الوزارة، لكن فيما لاحقا من الوزراء كان هناك في تفريط وتوزيع بالنسبة للأعمال. هناك أسماء بمستوى المسؤولية أو بمستوى المسؤولية، وهناك أسماء ليست مستوى المسؤولية في مصدر القرار نفسه يعني. فهناك وهناك خذلان على مستوى الرعايات هذه القامات، وهناك مستوى من الوفاء والمحبة. ما صنعه ما قدمه الفنانين التشكيليين الآن في معرض كلنا هاشم علي، هناك كان نوع من الإخلاص والوفاء وكسر الخذلان والاحتفاء بهذه القيمة. نعم، باعتبارك يعني كنت أنت قريب من أسرة الفنان هاشم علي، كيف يعني تقبلوا هذا الأمر؟ يعني كيف وجدت فرحة هذه الأسرة بهذا المنزل وهذه المبادرة؟ كانت لهم صراحة، كانت لهم نوع من الترحيب والفرحة وكسر كل الوعود السابقة. نعم، كانت لهم، بالنسبة لهم كانت كسر للوعود السابقة كثيرة تمشي، لكن الحمد لله. طبعا الأسرة ما زال وضعها تعبان، في إشكالية بالنسبة للرواتب، في إشكالية نتبنى من أصحاب القرار، نتبنى من دور فيها استرجاع هذه الراتب الأساسي بالنسبة لرعاية الأسرة. وضعهم سوء بكثير من القامات اليمنية يعني، نتمنى من الله يعني أن يكون نوع من الإنصاف لهذه القيمة وهذه الأيقونة. هذه دعوة يعني للجهات الرسمية. أتمنى والله. نعم. أتمنى بإخلاص وبحب يعني إنه يكون في نوع من يكفي ما مرنا به من أوجاع، من أوجاع وخذلان فالأستاذ هاشم يستحق الكثير. نعم. أيقونة في البلاد وقيمة قيمة قيمة كبيرة يعني. نعم. نعم، الفنانون التشكيليون في تعز كيف يمكن أن يقدموا رسالة فنية تخدم المجتمع وفي مقدمتها القضايا الوطنية، وأهمية ذلك يعني تحديدا في هذا التوقيت؟ القضايا الوطنية بالنسبة إحنا ساهمنا، عملنا قبل معرض هاشم علي طبعا استطعنا أن نقدم قافلة في تعز كسرت كل الحصار وكل شاركت فيها أكثر من 9 دول. نعم. من دول أوروبا ودول عربية، و استطعنا بفضل الله انه التقرير في CNN ان اسقطنا تهمات الارهاب والمش عارف ايش الموجودين في تعز. نعم، بفعل المعرض، بفعل المعرض. أيوه. المعرض اللي كان رساله جماليه، تجاوزت الحصار، تجاوزت الاوجاع، تجاوزت كل المشاكل اللي نعيشها. بفضل الله استطعنا ان نحتوي اكثر من 9 دول. نعم، من دول عربيه واوروبيه والحمد لله كان لنا رساله غير عاديه بحجم قيودنا وبحجم تجاوزنا كل القيود، تجاوزنا كل الأوجاع، تجاوزنا والحمد لله. نريد نوع من التبني، نوع من الاعتراف، فقط اعتراف. هل تشعر أن الفنانين التشكيليين مهضومين يعني؟ بالتأكيد، بالتأكيد في اليمن، لأن هناك نوع المتلقي محجوب عن اللوحة. ما السبب يعني برأيك؟ السبب ثقافة. نعم. ثقافة اللونية محصورة، غائبة. فمثلا في شريحة من الشعب اليمني، ما بقولش انه شعب فقير مثلا، في شريحة شريحة واسعة من الشعب اليمني. نعم. باستطاعته انه يقتني تلفون مثلا موبايل ب$300 مثلا. نعم. ومستحيل انه بحياته كله يشتري لوحة $300. هذه تعتبر ثقافة. ثقافة. من المسؤول عن الإثراء هذه الثقافة أو ربما تدعيم ثقافة اللون. الفن اللون. أنا أولا طبعا أحمل الجهات الرسمية الداعية أو الراعية. ليش؟ لأن هناك احتفاء نوعي أو مناسباتي نقول. نعم. هناك احتفاء مناسباتي باللون. ثورة سبتمبر، ثورة أكتوبر، فقط
لما لا يكون كل شهر كل يوم؟ هناك معنا فنانين، معنا مواهب، عندنا كوادر، عندنا قيم، عندنا فنانين. لابد أن يكون هناك احتفاء في للقيمة واحتفاء في اللون واحتفاء للفنان نفسه على مستوى دوري. نعم. وليس على مستوى مناسبتي. نعم. إذن الفنان التشكيلي الأستاذ وليد دلة، شكرا جزيلا لك لتواجدك معنا وكنت ضيفنا في هذه الفقرة. كل الشكر والثناء لك ولكل من تعاون معنا في هذه المساهمة وهذا المبادرة العظيمة لاسترجاع قيمة هاشم علي، والشكر طبعا للجميع ولكل من شارك. شكرا. مرحبا بكم من جديد. والبن حمادي مهجل شعبي بتعز يكاد يختزل جودة البن اليمني في صنف وحيد وهو البن الحمادي، ويرجع الكثير سر تفوق هذا الصنف بالدرجة الأساسية إلى طبيعة الأرض الزراعية في بني حماد الواقعة جنوب تعز، والتي تحوي عددا من مزارع ومشات لهذه الشجرة التي ارتبط اسم اليمن تاريخيا باسم محصولها وهو موكا كافي. نتابع. من وادي الخير كانت البداية ومفتتح الرحلة نحو عدد من مناطق بني حماد التابعة لمديرية المواسط الواقعة على بعد 70 كيلومتراً جنوب مدينة تعز. على عكس التيار ووسط المياه المتدفقة، أخذت مركبتنا تواصل مسارها باتجاه أعلى الوادي حيث المبتغى والمقصد من زيارتنا التي تصادف في توقيتها اليوم العالمي للبن. عند المنتهى وتحديداً في وادي الجاح كان ابن الحمادي قد تهيأ لاستقبالنا، ووفقاً للتقاليد فإن كرم الضيافة عند هؤلاء لابد وأن يكون مما تجود به المنطقة، والجود هنا قهوة من البن الحمادي الأصيل. عرفت منطقة بني حماد منذ القدم بأنها موطن لزراعة أشجار البن التي هي من المحاصيل النقدية المهمة، وتمثل الأرض الخصيبة والمياه المتوافرة في هذه المنطقة بيئة مناسبة لزراعة هذا النوع من الأشجار. تقدر طبعاً المساحة المزروعة في بني حماد تقديرياً بمساحة 100,000 هكتار، وتقدر عدد الأشجار البن المزروعة الحصرياً التي قمنا بحصرها مع وزارة الزراعة بحوالي 1,200,000 شجرة بن. إلا هناك أقول لك استراتيجية جديدة، وهو نحن قد زرعنا في خلال الفترة السابقة غير 1,200,000 زرعنا حوالي 60,000 شجرة بن حديثة. جزرع بن حمد ومن الأسفال يزرع بن حمد الحقيبة بلابيل، هذا يزرع النقو، هذا مشهور بن حمد البن. وبعض دحين قاعد نزرعوا بقداس، يزرعوا بليفوع. تنتج مناطق بن حماد واحدا من اجود صنوف البن اليمنية، وهو المحصول الذي ارتبطت تسميته باسم المنطقة حتى غدا البن الحمادي ماركة مسجلة غنية عن التعريف. الصنف الحمادي يتميز بالصنف المنافس عالميا طبعا لجودته. اولا النكهه الموجوده فيه نكهه مميزه، وطعم الشوكولاته يسمى طعم الشوكولاته، وايضا فيه نسبه السكريات مرتفعه. طبعا شاركت الجمعيه في عده معارض دوليه، منها في معرض بوسطن في الولايات المتحده الامريكيه، ودافسنا عالميا حيث حصلنا على الدرجه الاولى في البن الحمادي المتخصص عالميا. يطيب زراعة هذه الشجرة في المدرجات الزراعية وفي الوديان بعدد من قرى منطقة بني حماد، ويعتبر أودية الخير والجاح والضباب وبلابل أهم هذه الأودية التي يزرع فيها شجرة البن، وهي النبتة التي تحتاج إلى اهتمام وعناية متواصلين لضمان محصول سليم ذي جودة عالية. بلون نغرسي وبعدين الدميل نسقي نرشيدي 3 سنين نرشيد، وبعد 3 سنين هذا نقنينا كنا نقنين الحمراء الحمراء الحمراء
لحتى تزلق، وبعدها نسقي لقي يطلع الكون للسنة الثانية. يجب العناية بشجرة البوم من جميع النواحي. أولاً العناية بعملية قلابة الأرض، تنظيف الحشائش حول الشجرة، التسميد الطبيعي زي سمد الأبقار الذي يكون له سنة كاملة، دم العام يسمى. العناية برضو بالتقليم، تقليم البن بعد الأغصان اليابسة، وعملية الري، الري في أوقاته المحددة، لأن البن يصير ري محدد، ولا البن حساس طبعاً للمياه، لا يحتاج إلا ريات خفيفة جداً. مع الاهتمام العالمي بالبن اليمني استناداً إلى تاريخ هذا البلد في زراعة وتصدير هذا المحصول الذي عرف تاريخياً بموكا كافي، عمد أبناء بني حماد كما غيرهم في أماكن زراعة هذا المحصول إلى إنشاء المشاتل بهدف زيادة الإنتاجية وتكتير البذرة وتوزيع شتلات البن إلى تعز وأماكن خارج المحافظة، ولعل إنشاءهم لجمعيات تتولى تسويق وتصدير البن مثل جمعية بني سنان الزراعية خير دليل على هذا الاهتمام. إلى الآن الجمعية قامت بزراعة حوالي من المشروع الاستراتيجي 20,000 شجرة، ولكن إحنا مستمرين الآن في الاستراتيجية حيث نزرع حوالي 100,000 خلال الشهور القادمة في محافظة تعز بشكل عام. للتشكيل دور مهم جدا، اختيار أولا البذرة الجيدة الخالية من الأمراض، اختيار الصنف الغزير الإنتاج المنافس عالميا. طبعا نقوم نحن في المشاتل بعملية اختيار، يوجد لدينا طاقم متخصص بعملية اختيار البذور، بعملية التشكيل، بعملية العناية بالشتلات، ولا ندخل أصناف جديدة للمنطقة. طبعا نحن محافظين على الصنف الحمادي المتخصص. تعلن الجمعيات ببني حماد عن مشاريع استراتيجية لتعزيز صادرات البن اليمني، ومن أهمها زراعة 1,000,000 شجرة بن في محافظة تعز لإعادة زراعة البن المتخصص المنافس عالميا وإعادة شهرة بن موكا لما كان عليه سابقا. يدفع التدهور الاقتصادي الفظيع الناتج عن الحرب في اليمن بالآلاف من العمال إلى قائمة البطالة التي تسجل مؤشرات مرتفعة حتى ما قبل الحرب، ومع ذلك هناك من يرفض البقاء أو الارتهان لهذه الظروف ليقوم بالعمل بأبسط الأشياء لتوفير لقمة العيش لأسرته. في فقرتنا التالية سنسلط الضوء على قصص لنماذج كفاح بعض أرباب الأسر بهدف تأمين معيشة من يعولون ولو في الحدود الدنيا. لم يكن دفع الماء بهذه الطريقة على سبيل الترف أو لتشكيل نوافير صغيرة لإضفاء طابع جمالي على ضفاف نهر جار بوادي الضباب. المسألة هنا تختلف حسب خليل مهيوب ثابت الذي يعطي للظاهرة تفسيرات مبسطة ويعتبرها مجرد عامل جذب يقوم به عمال غسل المركبات للفت أنظار السائقين وجذبهم للاعتناء بسياراتهم وتنظيفها عند كل مرور لهم من هذه الأماكن على الطريق العام جنوب مدينة تعز. في كثير من السراويس الآن يصل إلى 20 سرويس حوالي، والله سبحانه وتعالى كتب الأرزاق لكل واحد. عن معاناته جراء الحرب على تعز يتحدث خليل كاشفا عن الصعوبات التي واجهها بعد أن فقد عمله السابق، الأمر الذي اضطره للعمل على ضفاف هذا النهر الذي يعتبره نعمة من الله ومصدر رزق حلال. كنا نشتغل سابقا في شرع برونة، وبعدين مع زعزعة الأمن والبلاد وتقطع الطرقات يعني والحصار هذا والذي غير تماما المعيشة، يعني الله سبحانه وتعالى سهل أهل الأرض وسخر الجيران وسخر الذي يحب الخير وبنينا أنفسنا الحمد لله.
خليل هو عائل لثمانية أفراد، أربعة ذكور واثنتان من الإناث، إضافة إلى أبويه الكبيرين، وقد وجد في عمل تنظيف السيارات ما يستطيع أن يحقق لأسرته حد الكفاف. يقول إن هذا المشروع البسيط لم يكن ليتحقق لولا دعم الخيرين من الميسورين وفاعلي الخير من أبناء المنطقة. واحد من الجيران يعني سهلت الأمور وتوسع عنده ودعم نحن ببنشار وهواء وكذا، مع ربنا أكرم نحن بهذا السائلة الماء الجاري، والحمد لله نعيش بعيشة الحمد لله طيبة، مع إن نحن حتى وإن كانت الأمور يعني ذا لكن مش مهمة، قدوا أمام الأولاد وأمام الجهال وأمام البيت، وتحفظ حقك وتنتبه على بيتك وتنتبه على أولادك. تبرد من الكفاح، من الكفاح يعني اللقمة لكي تجد لقمة العيش بالحلال، هذا ما يعتبر مكافحين، وإحنا الشعب العمني كذا طبعا من طول عمرنا وإحنا مكافحين، من حمل خلق الدنيا وإحنا مكافحين معروف عننا. ويرسم خليل الذي أجبرته ظروفه لترك الدراسة باكرا إضاءات في مسار الكفاح، خصوصا وقد استطاع أن يعوض بحفظ أجزاء من القرآن الكريم، ويعمل من خلال تنظيف السيارات بالمياه على جعل أسرته تعيش حياة كريمة بعيدة عن الذل والارتهان للظروف الصعبة. وبالنماذج المضيئة على طريق الكفاح نكون وإياكم مشاهدينا قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، نترككم في رعاية الله وإلى اللقاء. تعز مدينتي نعم المدينة، سقاها الصبح نسبته ولنا.